اتحاد البليدة أوزناجي بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 9 من اللقاء وبرأسية صنعت الفارق. ضعف النشاط الهجومي خاصة في منطقة العمليات للزوار أخر موعد تعديل النتيجة إلى غاية الدقيقة 38 التي حملت توقيع لاعب الترجي بالغربي وانتهاء المرحلة الأولى بهدف في كل شبكة. في الشوط الثاني تواصل التهديد البليدي للحارس المستغنمي الذي تلقى هدفا ثانيا في الدقيقة 72 وفق في إمضائه اللاعب مليكا. محاولات زملاء اللاعب البديل طواولة باءت كلها بالفشل في افتكاك نقطة التعادل ورضا تام لأشبال المدرب أكلي بالنتيجة المحققة. لي جوار جيراو الماتش بطريقة ذكية وين ما داروش كما نقولوا حنا لي زيفور اللي يعيبهم، لعبوا الكرة في الأرض والجابت ثمارتها. خصنا نمشي نهاية العالم.